إذا ناخذ مراجعة للدايود. الدايود مكونة طبعا الدايودز الحديثة كلها معمولة من مادة السيمي كوندكترز. ايش في أمثلة على السيمي كوندكترز؟ السيليكون. السيليكون ايش كمان؟ جرمانيوم. إذا السيمي كوندكترز أمثلة عليهم، أشهر أمثلة عليهم السيليكون بنرمز له اس اي والجرمانيوم الرمز تبعه جي. سيمي كوندكترز ليش بنسميها سيمي كوندكترز؟ لأنها أشبه الموصلات، الموصلية تبعتها مش بجودة الكوندكترز ولا بسوء الانسوليترز العازل العازل مادة العازلة. تمتاز إنه آخر مدار للإلكترونات كم إلكترون فيه؟ 4 إلكترونات. فلا هي أقل من 4 بحيث إنها تكون موصلة جيدة للإلكترونات تقدر تنتقل بسهولة، ولا هي أكثر من 4 بحيث انها تصير عازله. في 4 الكترونات فالموصليه تبعتها متوسطه. هاي عدد الالكترونات الموجوده في اخر مدار بنسميها فالنسي. بالعربي ايش كنتوا بتحكوا عنها؟ تكافؤ. تكافؤ تمام. تكافؤ او الذريه مرات كانوا تكافؤ. ايش كنتوا تقولوا عنها؟ تكافؤ. تكافؤ. إذن فيلنس إذن عدد الإلكترونات الموجودة في آخر مدار 4، هدول بنطبق على السيليكون. في طبعا إلكترونات في مدارات أخرى بس آخر مدار اللي بهمنا عدد الإلكترونات الموجودة فيه 4. إذن الفيلنس تبعتهم هدول المواد 4، هدول أشباه الموصلات. بنعبر إحنا بالكوندكتيفيتي أو الريزستيفيتي تبعت المادة بالرمز سيجما. هاي هون الكوندكتيفيتي أو رو الريزستيفيتي. هذه المادة إذا استخدمتها زي ما هي ما رح تنفعني كثير، هي عبارة عن مقاومة. مقاومة بقدر توصل، لكن أنت بتبدأ تفيدني هذه المادة وأستفيد منها إذا عملت لها إيش اسمه؟ دوبينج. والدوبينج زي إني بضيف عليها مادة بكميات قليلة جدا. الكميات اللي بضيفها هاي المادة بتكون بنسبة 1 لـ1000 إلى 1 لبليون. إيش يعني 1 لـ1000 أو 1 لبليون؟ يعني بضيف من الدوبينج من المادة الدخيلة الغريبة 1 لكل 1000 من الأصلية من السيمي كوندكتر، أو بضيف 1 لكل بليون 1000 مليون من المادة الأصلية. هذا بنعتبره لايت دوبينج. وهذا بنعتبره هيفي دوبينج. وبينهم اذا انا ضفت هلا في ماده دخيله جديده راح ادخلها على هاي الماده، لما بضيفها بصير هاي السيمي كوندكتر ماتيريال بتصير يا ان تايب يا بي تايب. هلا بنشوف اذا بدي اعمل الماده انها تكون بي تايب بضيف لها شيء له فالنسي مقدارها حتى تصير الماده بي تايب. بضيف له مادة التكافؤ تبعها الفالنسي تبعها 3 زي المواد اللي ممكن مادة اسمها أو عنصر اسمه البورون بورون انديوم أو ألمنيوم. هذول كلهم الفالنسي تبعتهم شو يعني الفالنسي تبعتهم 3؟ في آخر مدار في 3 إلكترونات. إذا عملت هيك بتكون عندي المادة هاي بتكون بي تايب، بتكون شيء اسمه هول. لاحظوا هذه هون عندي 4 وهذا عندي 3 بكميات قليلة جدا، ففي فراغ، في كأنه فراغ رح ينتقل، هذا كأنه هول. فرح يصير عندي معظم المواد فيها 4 إلكترونات في آخر مدار، معظم الأتومز، لكن في بعضها فيها 3. هون كأنه في فراغ. الفراغ هذا بينتقل، هو الفراغ ما بينتقل، شو بيصير؟ انتقل الالكترون من هون فبصير الفراغ كانه انتقل لهون، انتقل الالكترون من هون فهذه بنسميها هول. وكانه اذا شو احنا هو ما في شيء اسمه هول، في فراغ. كل ما الالكترون انتقل عبى هذا الفراغ كانه الهول بنتقل من مكان لمكان. اذا بدي اعمل دوبينج واحول الماتيريال السيمي كوندكتر لبي تايب ماتيريال بقرر طبعا حسب كميه الدوبينج اللي بدي اعملها هيفي او لايت دوبينج، وبضيف واحدة من المواد هذول اللي لها فالنسي 3 بتتحول الماتيريال هاي لبي تايب ماتيريال.
لكن اذا بدي اعمل ان تايب اضيف ماده منها ايش الفالنسي اللي هتكون تبعتها؟ 5 حتى يصير عندي الكترون فري الكترون. المواد اللي لها فالنسي 5 زي الفوسفور مادة اسمها الانتيموني او عنصر اسمه الانتيموني اللي هو بالعربي الاثمن. او الفوسفور طبعا بتعرفوه او ايش الارسنال؟ الزنك؟ لا الزرنيخ. الزرنيخ مشهور جدا انه في ناس كانوا ايش يعني؟ ينتحر الزنوب ينتحرت باخي تاخذ الزرنيخ يكون معهم خاتم في ملان زرنيخ ياخذ الزرنيخ. الزرنيخ خطر جدا طبعا مسمم جدا للانسان. هذول كلهم الفالنسي تبعتهم 5. لاحظوا لما بنضيف هذا بصير عندي عكس العمليه هاي. عندي كان معظم السيمي كوندكترز اللي موجوده فيها 4 احنا ضفنا فيه شيء فيه 5. هذا الالكترون راح يصير ينتقل فبعطيني فري الكترون فبتتحول الماده الى ان تايب. حتى يتكون الان عندي دايود ايش لازم اعمل؟ حتى يتكون عندي جنكشن لازم احط بي تايب ماتيريال على ان تايب ماتيريال. هاي الجنكشن الجديده اللي تكونت اذا حتى يتكون عندي جنكشن او بي ان جنكشن بدي اخذ بي تايب ماتيريال. هلا بنقول عن البي تايب ماتيريال انه الماجورتي كاريرز. ماجورتي معناها اغلبيه، ماينورتي معناها اقليه. الماجورتي كاريرز في البي تايب ماتيريال هم ايش حكينا عنهم؟ هولز. اذا الماجورتي كاريرز في البي تايب ماتيريال هولز، والماجورتي كاريرز في الان تايب ماتيريال الكترونز. لكن كمان هون في عندي مايورتي كاريرز، يعني انا مضبوط الرئيسيين اللي بيحملوا الشحنه او بيحملوا الكارت مين هم؟ الهولز، لكن في عندي كمان مايورتي كاريرز هم ايش؟ الكترونز، وهون مين الرئيسيين اللي بيحملوا الشحنه او بيحملوا التيار؟ الكترونز، لكن كمان في عندي مايورتي كاريرز اللي هم؟ اي ماده الا يكون فيها كاريرز، مايورتي، فاذا هون عندي مايورتي كاريرز هم الهولز وهون عندي minority carriers هم الالكترونز، لكن الرئيسيين اللي بعتمد عليهم هون هم الهولز وهون هم هذه الجنكشن اللي بتصير. طبعا الجنكشن مش انه بتصير ببساطه انه انا بصنع ماده وبصنع ماده وبلزقهم ببعض، عمليه التصنيع اعقد بكثير من هيك. نعمل عمليه اسمها diffusion، نخلي الجرمانيوم وهذا بيجي من نفس الماده الاصليه، يعني هاي بتكون قطعه واحده، بعمل دوبينج لجهه منها بي تايب، واضح الفكره؟ مش اني بجيب صلب وبنزل القطعتين ببعض. هاي هون تكونت عندي، انا باخذ هون تيرمينال من هون، تيرمينال من هون، صار هذا ايش اسمه؟ هذا الانود، وهذا صار هون الكاثود. الانود والكاثود، الانود والكاثود هلا صار يعطيني كوندكشن للكرنت او يعمل كوندكشن بهذا الاتجاه، وبعمل بلوكينج بالاتجاه المعاكس والرمز له. عندي انا الكاثود بنرمز له بالرمز كي مش سي. هذا الجهاز اللي صار من هون او الجنكشن هاي اللي تكونت من هون بي ان جنكشن بتسمح لي اني اعمل بلوكينج للفولتج بالريفرس وكوندكشن للفولتج. Yeah.